יש מוסכים, יש חנויות. יש אנשים גם. נכון, אבל אין מה לעשות. זה מה שאומר, יאללה, תצלם. שלום. איפה אתה? تفضل اخت سبا السيد مسؤولة التربية والتعليم في الوسط العربي في عكا. المبادرة موجودة من قبل معلمات البساتين، احد المعلمات الناسية ذاتها فكرت انه تعمل بحث عن البحر مع اطفال المنطقة. ساتح وزارة التربية والتعليم تبنت الفكرة وعطتنا انشاء جميع جنن عشان نجاح كمان احنا ما بننسى مديرة اللواء دكتور أرنا سمحون اللي دعمت هذا المشروع ووفرت ساعات لإرشاد المعلمات وإرشاد الأطفال والأهالي. فإحنا دايما مع الإبداع، مع المشاريع اللي هي خارج نطاق الصندوق، مع الأمور اللي هي منعيشها والأولاد بتواكبها وبتعيشها في العصر التكنولوجي اللي احنا عايشين فيه. فكثير منيح انه دائما نشوف البيئة المحيطة لكل روضة او كل بستان ونشتغل على المشاريع اللي هي بتناسب لهي البيئة. فعكا من دون بحر ما بتزبط، وبحر من دون عكا ما بزبط. فهذا هو باختصار شديد مشروعنا في الصف. كمان في مستمرين لهذا المشروع مش بس على شاطئ البحر، الصفوف بتحكي المشروع. بتفوت على الصف بتشعر بكل الاركان، كل المراكز اللي موجودة، بالفعاليات اللي موجودة على مدار اليوم بنظام العمل. بشوف انه المشروع بحكي بكل زاوية بكل مركز ومركز. תודה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה למפקחת ולגננות על היוזמה המדהימה של להביא
להביא ילדים לחוף הים ולעשות פעילות ייחודית שהיא באמת מעשירה את הילדים ופורצת את הגבולות של הגן. גננות בדרך כלל אוהבות להישאר בתוך הגן ולעשות פעילות. פה החליטו ההורים והגננות והמפקחת להוציא את הילדים מחוץ לגן ולעשות פעילות ייחודית שהיא גם מאפיינת את העיר עכו וחופי הים של העיר עכו. אני חושב שכזה דבר הוא מודל לאיך עושים פעילות מוצלחת מאוד, ובזאת ההזדמנות להודות לגננות על היוזמה המדהימה. אבל אישה, אני מבסוט כתיר אם נעשופי תולל בריאד אל-אטפאל מוג'ים ג'מב אל-בחר ומורם סימני אל-עקזה יתעלמו על בחר ומסרם אל-בחר ובשכות למעלימת אל-חדירות מעלמי מורה מורה מעלמי נסרין שעיר על العمل والجهد الجبار اللي عملوه لنجاح الفعالية وطبعا للأخت سبا السيد وللأخت رشا عطا الله لدعمه والمركز خدمة سيدنا وفاء أبو ريا لدعمه هذا المشروع على مدة شهور وهذا هو هاي الثمرة اليوم الثمرة اللي بتوفوها الأولاد ومع الأهالي نتأمل النجاح إن شاء الله. وفاء أبو ريا مرشدة لوائية في وزارة المعارف معلمة علوم في الثانوية. ابتدى المشروع قبل ثلاث سنين اللي هو انطلاق انطلاقه من معلمة اللي هي في ساكنة في مدينة عكا، والإشي إنه كل يوم لاحقة عندها في بستان في الجان عم بيسألوها كثير أشياء عن البحر وهي كمان مش عارفة كيف تجاوبهم، فحطينا عدة نقاط وعدة أبحاث كيف إحنا نقدر نوصل المعلومات للأطفال. كانت الانطلاقة إنه جينا في البداية على الشط إحنا والطلاب، الطلاب كثير كان يهمهم، صرنا نراقب الطلاب يعني وين أكثر إشي موضوع بهمهم في البحر، صاروا يشوفوا السماء ليش عم تتغير ألوان السماء، صاروا يشوفوا البحر ليش البحر مالح يعني، وأنتم بتقولوا إنه فيش عنا مي، لا هنا في بحر في عنا مي كثير، ليش إحنا بنستعملهاش للشرب كمان؟ صاروا يشوفوا كمان بحذر الرمل الموجود على الشاطئ، الرمل ليش خشن؟ شو الفرق بين رمل خشن ورمل ناعم؟ ايش الفرق بين الشط انه هو رمل وشط صخري كمان؟ بحذر كمان في الكائنات الحيه، ليش في عنا مجموعه كائنات الحيه اللي بتعيش جنب الشط مش في قلب البحر نفسه؟ درسوا كمان حياتها وسيروا حياه الكائنات الحيه، اهتموا بالسلطعونات كمان، عملوا عده ابحاث اللي هي بحث عن السلطعونات، كمان بحث عن المي المالحه وتاثيرها على الانبات، ليش احنا ما بنقدرش يكون في عنا نبات واشجار على الشط؟ فكل هاي الامور كثير اهتمت الطلاب لسيرورة اللي هي استمرت 7 أشهر، واليوم هو حابين نقول اختتامي للمشروع بفعاليات مع الأهل اللي هن الطلاب نفسهم كانوا هن مرشدين للأهل اليوم في هذا. فبتأمل إنها تكون أداة تعلمية جديدة لطلابنا اللي نطلق فيها لمنهج تعليمي أفضل. مفتش العلوم في وزارة المعارف التربية والتعليم الأستاذ الدكتور محمد ترابي، يعني شو بتقول للصبايا؟ الله يعطيني العافية، يعني شفت قديش الإشي كان حلو يعني، ولكن بدنا الإشي المهني من طرفك، وشو بتحب تسمعين أيضا؟ لا يعطيك العافية، يعطيني العافية.